التعادل يحسم القمة الألمانية الإسبانية اللي صارت اليوم في نطاق أول جولة لدوري أمم أوروبا. باش نحكيو على الماتشات التكتيكية اللي صار بين المدرب يواخيم لوف والمدرب لويس إنريكي، والتعادل يحسم القمة. بس التكتيك باش تقال في هذه المقابلة، المقابلة مانهاش مستوى نتاعها عالي برشا خاصة من جهة الفرص، ولكن بالرغم من هذا الكل تتسمى مقابلة باهية. وين هدفين سجلوا في المقابلة هذه، الهدف الأول حمل توقيع تيمو فيرنر، والهدف الثاني يحمل توقيع الظهير الأيسر جايا. باش نحكي على المسائل التكتيكية كيما قلت لكم، أول حاجة كنت أول ما تفرجت نتاعي ما تشابوني للشين وجايين فيديو نتعدي طول التحليل. المدرب لويس إنريكي قريب للمقابلة هذه بتشكيل 4-3-3. بالنسبة للمدرب يواخيم لوف فإنه قريب للمقابلة هذه بتشكيل 3-4-3. اليوم رينا 3 قلوب دفاع اللي هما إمري تشان وزولا وروديجر. هذا هو التكتيك اللي قرر به المدرب. اليوم قرر الاعتماد على توني كروس واللاعب جواندوغان في الارتكاز، معناها هي تشكيلة كي مغايرة اللي كنا نراه شوية في المنتخب الألماني، ولكن اليوم تشكيلة 3-4-3 هي الماشية في المنتخب الألماني. الشوط الأول بدا بضغط عالي من ألمانيا، الضغط العالي نتاع ألمانيا واضح حتى أنه إسبانيا ملقاش كرة باش يخرج بها، ملقاش فرص باش يخرج بالكرة، كيف كيف من جانب الآخر إسبانيا عملت ضغط عالي على المنتخب الألماني، معناها ضغط عالي متبادل بين الفريقين، ضغط عالي إسباني وضغط عالي ألماني، ولكن شكون اللي كان أخطر فرص؟ ألمانيا كانت أخطر فرص خلال الشوط الأول. الشوط الأول باش نحكيو عليه كيفاش صارت الوضعيات. معناها بالنسبة لإسبانيا فين كانت تحاول تعمل رولونس مع لاعب بوسكيتس، رغم الانتقادات اللي جاته وبالرغم اللي قدم اداء سيء مع برشلونه، ولكن اليوم كان يلعب في دور مهم برشا في الرولونس نتاع الكره، ولكن في نفس الوقت كان غايب في التغطيه على رواساني ودراكسلر في وسط الميدان. نفسر لكم بشوي بشوي كيفاش التمشي التكتيكي اللي اعتمده كل مدرب. كما قلت لكم المانيا تعمل في ضغط عالي، حالات قليله اسبانيا تمشي تخرج بها بالكره اللي هي الكرات الارضيه واللي تتوصل لبوسكيتس، وبوسكيتس وبعد يخرج كره من غاديكا رودريجو والا ولا اللاعب خيسوس نافاس، معناها الكرات السريعه والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، واستغلال معناها عدم تنظيم وسط ميدان المانيا، بما انه المانيا عندها زوج لاعبين فقط وسط الميدان اللي هما كروس وجواندوغان، معناها من الطبيعي وسط الميدان باش يكون فارغ كي المانيا تقدر تعمل ضغط عالي، معناها خلى شويه مساحات وسط الميدان، التحول السريع واللعب على اللاعب بوسكيتس ما كانش مراقب برشا خلال هذه المقابله، التحول السريع من الدفاع للهجوم، هذاك اللعب عليه شويه منتخب اسبانيا. خلينا نشوف منتخب اسبانيا تو كيفاش دافع، منتخب اسبانيا كيف كيف دافع بشويه ضغط عالي، الضغط العالي هو اللي مشى مع اسبانيا اليوم، ولكن في نفس الاحيان زاد خلى برشا مساحات وسط الميدان، هنا ولاوا من اليوم كبير على بوسكيتس في وسط الميدان بالرغم من انه عمل دور كبير في لورونس وخلص برشا كوره، ولكن اليوم تنجم تلوم على بوسكيتس وبيضوي بدرجه اولى وبدرجه اقل في جول كاتارا في التغطيه على لاعبي المنتخب الالماني. المانيا ما كانتش تعتمد على بناء الهجمه من وسط الميدان، كانت تعتمد على لاعبي الهجوم تاعها باش تبني الهجمه، كرات مباشره ولا كرات عاليه باتجاه دراكسلر واللاعب ساني واللاعب تيمو فيرنر، والا ساني ودراكسلر كان يتوجه في وسط الميدان ويحاولوا يملاو خطوط بين الخطوط عند اسبانيا. المنتخب الاسباني كان فما خلل بين الخطوط وبين الدفاع والهجوم نتاعو، المنتخب الاسباني كان فما خلل بين وسط الميدان والدفاع نتاعو. هذيك هي النقطه اللي لعب عليها المدرب يواخيم لوف وحاول استغلالها في هذه المقابله، ولكن غابت اللمسه قبل الاخيره. بصراحه اليوم الظاهر انه اللاعبين عنده برشا ما يلعبوش مع بعضهم، عندهم برشا ما يستنسوش ببعضهم، هذاك علاش معناه اليوم ما ليناش التفاهم الكبير في منطقه الجزاء ما بين لواساني وتيمو فيرنر ودراكسلر. هذا هو اللي صار عليه الوجهه التكتيكيه خلال الشوط الاول. الشوط الاول انتهى بنتيجه 0-0، بس تضيع كرات بالنسبه لاسبانيا، لعب شويه المنتخب الاسباني على ثنائيه بيت فيران توريس وجاي على جبهه اليسرى بالكرات السريعه، معناها الانتقال السريع كما قلت لكم رولونس بتاع اللي فيها بوسكيتس بشكل واضح خلال هذه المقابله. معناها الشوط الاول انتهى 0-0، النقطه الضعف خلال المنتخب الالماني كانت في اللاعب كير، صراحه خلى برشا مساحات على الجبهه اليمنى بشكل واضح اليوم، المساحات هذه استغلها فيران توريس وجاي بشكل كبير، والتوزيعات ولكن التوزيعات كلها كانت ضايعه، ولكن امتياز كبير زولا وكما قلت لكم ايمري تشان، معناها ما لقيناش برشا فرص بالنسبه للمنتخب الاسباني. الشوط الثاني ربما نجم نقول لك قلب كل شيء، المنتخب الالماني ما عادش عامل ضغط عالي، المنتخب الالماني ترجع للدفاع ومع بعض التغييرات خرج الوسني ودخل ليتاغل ترجع للدفاع، ومن بعد المنتخب الالماني وخر للدفاع، المنتخب الاسباني استحوذ على الكره، عمل برشا فرص، حاول شتى طرق، المنتخب الالماني كان متكتل بشكل واضح في الدفاع، ما ليناش المنتخب الاسباني صراحه بشكل رهيب برشا في الهجوم، خذ الكره استحوذ على الكره دخل مناطق المنتخب الالماني، 11 لاعب كاملين كانوا في مناطق المنتخب الالماني خلال الشوط الثاني، ولكن ما نهارش برشا. المحاولات كلها اقتصرت على التوزيعات، شويه توزيعات معناها على جنيف، ولكن محاولات اللعب ما بين فابيان روي اللي يدخل من بيئة المنطقه نتاع المانيا ويدخل من بيئة خطوط المنتخب الالماني ويحاول يستلم الكره، ولكن دفاع المنتخب الالماني كان صلب في خلال الشوط الثاني. ما فهمتش علاش يواخيم لوف قاد الاستسلام ويواخر الدفاع بالرغم انه يلعب في ملعبه وكان نجم ينتصر اذا كان وصل بمنظومه الضغط العالي، خاف شويه ربما من كير على الجبهه اليمنى، هذاك علاش قاد يتراجع الدفاع وتراجع الدفاع وفي اخر دقائق ياكل هدف عن طريق اللعب جاي، معناها تعادت المحاولات
المنتخب الاسباني يلعب على خاصه على توزيعات من كارفاخال، توزيعات على جبل يوسف، كيف توزيعات من شتى الطرق، معناها جاي على اليسار، كارفاخال على اليمين. ومن بعد زيد عمل تغيير المنتخب الاسباني انه دخل لعب انسو فاتي بصراحه تالق في هذه المقابله، وبالرغم انه زيد تحاول توجه بين الخطوط وحاول يا اسين توصل الميدان زيد، لانه انسو فاتي ما اكتفاش كلاعب جناح ايسر فقط، لا وصل لوسط الميدان وحاول يبني الهجمه مع زملائه من وسط الميدان. هذا هو الدور الكبير اللي قام به انسو فاتي اليوم بصراحه، يعتبر يشكر على هذا الاداء وسجل هدفين زوج ما احتسبهمش حكم. الهدف الاول كان عند كان تسلل واضح، والهدف الثاني كان خطا من راموس ويلغي الحكم هدف انسو فاتي، وتسبب معناه كانت ضربه جزاء مش واضحه، الحكم ما عدنهاش ضربه جزاء، ربما نظن انها ضربه جزاء اللي الغاها الحكم بعد عرق لتروديجر للاعب انسو فاتي. معناه كما قلت لكم انسو فاتي تالق تواجد بين خطوط نادي المانيا، وهذا تواجد زاده في داخل في العمق تاع المنتخب الالماني، تواجد في المناطق الكل تصوروها معناها، وضرب كره براسه وعمل كل شيء انسو فاتي. يشكر انسو فاتي على هذا الاداء، دخل في بلاصه خيسوس نافاس، و انسو فاتي تحول على جبل يسرى، وتوريس تحول على جبل يمنى، اللي هو التغيير اللي قام به المدرب لويس ريكي. وفي الاخير بعد السيطره الاسبانيه خلال الشوط الثاني يجي الهدف عن طريق اللاعب جايا، وكان المقابله تنتهي بالتعادل، نقطه مرضيه لاسبانيا. والمانيا كانت تربح تروح هذايا، كان بين يديها تروح هذايا، ولكن تخسر في الاخر. هكذا نسير الحلقه هذه، ما تنساش تابوني للشان، وجاي فيديو صباح الخير، نتلاقاو في مواعيد رياضيه اخرى.